السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحتي الغذائي. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى مرض العلم الكثير وهو مرض النقرس أو ما يطلق عليه بالفرنسية لاغوت، ونحاول أن نجيب على الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع وهي كالتالي: ما هو مرض النقرس أو لاغوت؟ ما هي أعراض مرض النقرس؟ ما هي أسباب مرض النقرس؟ ما هي الوقاية من مرض النقرس؟ وهدفنا من هذا الفيديو هو رفع من الوعي الصحي وكذلك اتباع سبل الوقاية من هذا المرض. إذا فما السؤال الأول: ما هو مرض النقرس أو لاغوت؟ مرض النقرس أو لاغوت هو مرض يصيب المفاصل وينتج عن خلل في نسبة حمض اليوريك الأسيد اليوريك في الجسم، وينتج عن ذلك تجمع هذا الحمض في الدم وفي مختلف أنسجة الجسم. وعادة ما يعاني مرضى النقرس إما من زيادة إنتاج حمض اليوريك في الجسم أو من انخفاض قدرة الكلى على التخلص منه، وقد ينتج عن ارتفاع مستوى هذا الحمض العديد من المضاعفات، أبرزها الإصابة بمرض النقرس الحاد أو المزمن، بالإضافة لتكون الحصى في الكلى وكذلك التجمعات موضعية لحمض اليوريك في الجلد والأنسجة الأخرى. ومرض النقرس نوعان: الأول يصيب الشخص دون أي سابق إنذار أو سبب سابق، والنوع الثاني قد يأتي مصاحبا للأمراض الأخرى أو نتيجة لتناول أنواع معينة من الأدوية. ومرض النقرس سبب شائع للإصابة بنوبات مفاجئة تتمثل بألم وانتفاخ وحرارة واحمرار في المفصل المصاب، خصوصا في المفصل الأصبع الأكبر للقدم. وتشير بعض التقارير إلى أن مرض النقرس يعتبر أكثر مسبب لمرض المفاصل الالتهابية عند الرجال الأكبر من 40 سنة، ويسبب وجود بلورات حمض اليوريك في المفاصل إلى الإصابة بنوبات متقطعة من النقرس. وتكرار مثل هذه النوبات بشكل كبير يؤدي إلى تدمير المفصل، عندها يكون المرض مزمنا. وعلى الرغم من طبيعة مرض النقرس المتفاقمة إلا أن هناك العديد من الأدوية الفعالة في علاجه. إذا ما هي أعراض مرض النقرس أو لاغوت؟ تظهر علامات أعراض مرض النقرس بشكل مفاجئ غالبا وأثناء الليل عادة دون سابق إنذار، وأهم هذه الأعراض هي ألم حادة في المفصل المصاب، إذ يؤثر هذا المرض عادة على الأصبع القدم الكبير، ولكن هناك إمكانية حدوثه في القدم أو في الكاحل أو الركبة أو المرفق أو اليد. وفي الكثير من الأحيان يكون الألم أكثر شدة خلال الساعات الأولى من بدايته. كذلك الشعور الدائم بعدم الراحة، ويأتي هذا الشعور بعد تلاشي آثار نوبة الالتهاب وتستمر لمدة أيام أو أسابيع، وتكون النوبة اللاحقة أكثر شدة ويستمر تأثيرها لمدة أطول. كذلك من العلامات احمرار والتهاب المفصل المصاب، إذ تظهر عليه علامات التهاب مختلفة من احمرار وتورم وإحساس بحرارة فيه، كما أنه مؤلم جدا عند لمسه. كذلك من العلامات نقصان حركة المفصل المصاب، إذ يعاني المرضى من صعوبة في تحريكه إذا كان مرض نقرس متفاقما. وهناك علامات تظهر على الجلد المغطي للمفصل المصاب، كأن يصبح لونه أحمر أو يصبح لامعا، وكذلك قد يتقشر هذا الجلد. الآن ما هي أسباب مرض النقرس المشهورة؟ يأتي مرض النقرس من ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم كما قلنا سالفا، وهناك العديد من الحالات المرضية والأدوية والأغذية التي تحفز على ارتفاعه، منها مثلا الخضوع لعملية جراحية أو معاناة من مرض شديد بشكل مفاجئ أو إلحاق ضرر بالمفاصل والإصابة بأنواع من العدوى، وتناول أدواء من الأدوية مثل الأدوية المديرة للبول والمستخدمة لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب أو الخضوع لعلاج كيماوي، والخضوع لحمية غذائية قاسية أو الصوم لفترة طويلة، أو الإصابة بحالة الجفاف ناتجة عن قلة تناول السوائل، أو تناول المشروبات الكحولية بكمية كبيرة ومفرطة، أو تناول الأغذية الغنية بمادة البيورين أو لابيورين مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية القشرية، أو تناول المشروبات الغازية بكثرة. ما هي الوقاية من مرض النقرس أو لاغوت؟ الامتناع عن شرب الكحول لأنه يحفز الجسم لإفراز وتراكم الحمض اليوريك بسبب احتواء الكحول عادة
وفي مجملها على مادة البيورين لابيورين التي ينبغي تجنبها عند مرضى المقرص. المحافظة على الوزن الصحي في الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة يتعرضون إلى خطر الإصابة بمرض النقص أكثر من غيرهم، لأنه كلما زاد الوزن كلما ارتفع مستوى حمض اليوريك في الدم. لذا من المهم فقدان الوزن وإنقاصه حتى لا يكون هؤلاء الأشخاص عرضة للإصابة بالنقرس. وأظهرت الدراسات أن فقدان ما يعادل 4 كيلوغرام له أثر واضح وإيجابي في خفض نسبة حمض اليوريك في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن. كذلك من الأشياء التي تقينا من هذا المرض تجنب القلق والتوتر، حيث أن التوتر عادة يزيد من أعراض النقرس لدى المصاب بداء النقرس، بالإضافة إلى أنه يزيد من خطر الإصابة لدى الأشخاص الأصحاء. لذا من المهم اتباع الطرق التي تساعد على تجنب عوامل القلق والتوتر، كتجنب التركيز على مسببات الآلام والقلق، كذلك تناول الأطعمة القليلة والفقيرة من مادة البيورين أو لابيورين، وتناول الأطعمة الصحية قليلة البيورين كذلك، لأن البيورين أو لابيورين يحفز ويراكم حمض اليوريك في الدم. ومن الأطعمة التي تحتوي على البيورين التي ينصح بعدم الإفراط في تناولها كالمأكولات البحرية عموما واللحوم وبعض أنواع الخضار والعدس والفاصوليا أي اللوبيا. وفي المقابل ينصح بتناول أغذية قليلة البيورين مثل منتجات الألبان قليلة الدسم والبيض والكربوهيدرات المعقدة والفواكه. كذلك شرب كثير من الماء، حيث أن الماء يساعد أو كمية كبيرة من الماء تساعد المحافظة على صحة الكلى والتخلص من كمية زائدة من حمض اليوريك بصورة طبيعية. وينصح الخبراء بشرب ما لا يقل عن لترين في اليوم، بالإضافة إلى شرب السوائل من العصائر الطبيعية والأعشاب الخالية من الكافيين. تناول الأدوية التي تقي من نوبة النقرس في بعض الحالات الإصابة بنوبة نقرس شديدة أو في حالة تسبب النقص في بعض المضاعفات الصحية مثل تضرر المفاصل أو تراكم الحصى في الكلى، فقد يصف الطبيب بعض الأدوية للوقاية من نوبات النقرس، إذ تقلل هذه الأدوية عموما من إفراز حمض اليوريك في الجسم، وترجو الإشارة إلى أن هذه الأدوية لا تعالج النقرس وإنما تستخدم للوقاية من نوباته، كما أنها يجب أن تصرف بوصفة طبية. وحتى لو طلعتكم أتمنى لكم الصحة والعافية، وأن يحفظ الله من هذه الأمراض ومن هذه الآهات. وإلى فيديو آخر جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.